شو تسيل شو تسيل ايوا انا الصراحه في الصباح شعلت الهاتف ديالي مع 11 النهار لقيت ابيل ديال السيد تاعيت لي قال لي راه عيطوك من الصباح انا كندير مود دافيون بالليل. المهم لقيت الدري كيعيط لي قال لي راه الولد هما راه الدراري جوج خوت واحد خرج واحد ما خرجش مشاو بجوج. المهم ذاك الضعيف راه خرج وصحيح راه ما خرجش. خرج حي كيعوم خرج حي راه في لابريكاد دابا شحال من واحد دابا واحد اللي عنده التليفون عيط لباه مع السته قال لي انا جيت القصيبه حنا كنغرقوا تنموتوا ومن تما طفى التليفون ديال الدري عيط ليا عيطوا عليا مشينا هزيت الطوموبيل قال لي راه خرجوا نجا ومشيت لجيت بير جديد في الغابه تنقلب تما مشيت جيت الحويره جيت سيدي ساري والو ما كاينش الدراري ما كاينش كنسول على الاخوان قال لك لا طلعوا شي دراري بالسيكان مشاو كنقلبوا من شي 11 نهار لدابا دابا راه شي 3 ولا 4 باقي ما بقيناش مو راه كاينه هنا وباه كاين هنا وعمو كاين هنا وهما معايا راهم مصدومين ما تيبكيو ما تيهضروا ما والو غير ساكت والولد الاخر راه هو كاين. المهم حنا كنتمنوا الله سبحانه وتعالى ملي ضربت الفلوكه وقال له زيد لقدام انا ضرني راسي علاش يزيد خصو يرجع يفك الناس مادام قال لي زيد لقدام والا كاينه شي زودياك اخرى غتهزهم غتديهم. وانا كنتمنى هاد السيد يكون الناجين ما ماتش ويقدر يكون مشى مع هذيك الزودياك مشى يقدر يكون مشى الله اعلم هذا احتمال. هاد الوليدات هادو واش في اخبار والديهم هاد الحركه هادي؟ لا لا هادو خدام تيخدموا على راسهم بصنعتهم وكانوا الوليدات كيقولوا والديهم راه ما يقبلوش والديهم ما كاين حتى شي ام لا اب لا يخلي باه ولده يمشي. ما حسوش الوالدين بهاد القضيه هادي او ان الوليدات كيخططوا ليها؟ هاد الوليدات راه عايشين بخير محتاجين والو الصراحه راه تيخدموا على راسهم غير هما باغيين يشوفوا هذاك ورا البحر. انا نتاكد منهم عايشين نقيين بخير تيلبسوا مزيان واكلين شاربين ما خصهم حتى خير صراحه غير هاد المرض ديال الهجره ما عرفتش كيفاش نستوبيو هاد المرض ديال الهجره. انت كمهاجر يعني مغربي في الديار الاوروبيه شنو تبغي تقول؟ انا ما نكذبش عليك نقول لهم الناس ديال اوروبا بزاف ديال الحوايج ما يتقال الا مشى تمايا راه ما مشتاقينش فيه النصارى راه غيجيبوا غير العذاب الا عنده شي كتاف صحاح غادي يحرتوا به تيهرسوا ليه كتافه ويلوحوه بحال بونجا يعصروه ويلوحوه. هذا الشيء اللي كاين زعما باش غيمشي تمايا غيلقى الجنه ما غاديش يلقى العذاب تما راه حتى يموت. هما الناس ديالنا اكثريه كيصيفطهم غير في الصندوق يضرب حياته شحال من عام في الاخر تيجي في الصندوق اش من حال ما وزيدون ما بقاش كيما بكري كانت شويه كانت الامور مزيانه كان حتى الدرهم ملي كتجيب الفلوس ديال برا كيتحسبوا دابا بحال راس براس فهمتي. دابا انا جيت نصرف الفلوس لقيتهم قل من مول كنصرفهم وليت بحال جبت 10000 اورو ما كتعطيني حتى 10000 درهم ما تعطيهاش ليا بمعنى راه واخا تمشي تما راه ما كاين ما يدار. هذه هي الاولى غادي تعذب على الوراق ديالك ولا ما عندكش الوقت تبقى مخبي ومخلوع ومكرفس وما كاينش اللي غادي يعاتقك. والصوره ديالنا حنا تما ديال الناس المسلمين العيد الكبير راه ما كيخليهمش يعيدوا كاين لا عيد كبير اقل شعائر الدينيه راه ما كيخليكش ديرها بوسود راه ما كاينش فهمتي. ونزيدك واحد من المنبر انا كنقولها من 2016 ولكن ما نكذبش لك انا واحد الامام ديال المسجد جا قال لي راه عندك الحق بعدا هو بلاد الاسلام خص الانسان يعيش فيها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك انا بعدا كاين حتى نجي تنريح ما بقيتش كنعيش في ديك البلاد قال لك لا يجوز العيش في بلاد الكفر. بعدا انا تنقولها وقلتها للناس وما تقبلوهاش وانا ما كنتش عارف هذه القضيه حتى 2016 عاد عرفتها بمعنى راه ما كاينش حياه. قول لي شحال تقريبا ديال الناس اللي كانوا اللي مشاو في ديك الفلوكه؟ قالوا 70 70 واحد 70 واحد اللي قالوا شحال خرجوا من واحد؟ والله ما عرفت
راه عندي واحد الدري راه في لابريكاد غادي يخرج يقول لي شحال من واحد. كاين ارواح بعدا هنا، هذه مساله استراتيجيه، كاين ارواح على الشباب ديالنا، الناس ماتوا واش غادي نقول لك الله يرحمهم. باقي العائلات كيتسناو وليداتهم يقدروا يخرجوا من هنا. راه كاينين هنا، راه كاين، راهما راهما باقي لاه فداك الكيطون. واش الناس حرقوا من هنايا؟ دابا ما معروفش واش من هنا ولا من الجديده ولا منين ما معروفش. والدري ما قال لكم حيت الدراري ركبوهم بعدا في كاميونات وجابوهم. كاميونات منين جابوهم؟ من الجديده. كلشي جا من الجديده. اه. هزوهم من الجديده وجابوهم ما عرفوش من ركبو. الدراري براسهم ما عارفينش من ركبو، ركبوهم في كاميونات مسدوده ساسوهم وركبوهم صافي. غير الشباب وشكون الشباب؟ اليوم شنو تبغي تقول؟ شنو الرسالة؟ الرسالة كان كندير واحد الرسالة للوزارة المعنية باش تشوف شوية في الداخل، تشوف شوية الخارج، تشوف حلوا مشاكلنا الداخل بعد شوية. هذا هو الرسالة، نشوفوا المشكل تاعنا هنا. دابا وليد مفقود والآخر نجا، واحد نجا واحد مفقود. السلم الاجتماعي كيدير الحالة ديال عائلتي. راه ما تيبكيو ما والو، ساكتين مصدومين، ما كيخرجوا لا دموع لا والو، كيتسناو لعل وعسى يقدر. آه حنا تنقول لهم راه يكون الخير، حنا عندنا احتمال انه راه مشى مع ديك الزودياك اللي قال لي غيضرب زيد لقدام، هذا هو الاحتمال. دابا كاين اللي بشاف ديك الزودياك وكاين اللي تلاح. لا لا تلاحت هي هنايا مليوحه. دابا انا بغيت نقول للشباب راه ما كاين ما يدار تما صافي، واللي بغى يجي يهضر معايا، اللي بغاني نجي نعطيه. دابا اوروبا عندها واحد المشكل، مشكل اللي عند اوروبا ما عندهاش الشاب، ما عندهاش الشباب، عندها مشكل عويص. اوروبا محتاجه للناس، محتاجه لهم المستقبل، محتاجه لهم، ولكن ما محتاجاش الناس العشوائيين، باغا الناس اللي قاريين متقفين ديبلومي دير المشاكل ما عندها ما تدير بهم. لا تنسوا الاشتراك في قناة الأيام 24 وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد.